شهيد نمرن شهيد نمرن شهيد نمرن شهيد نمرن خبر بعفرين في جنديرس تم قتل 4 رجال كرد يوم اشعال نار، تم قتلهم من قبل الاحتلال التركي مرتزقة الاحتلال التركي بما يسمى جيش الشرقية. تم قتلهم بدم بارد. لماذا؟ لأنهم كرد، لأنهم أكراد يا أعزاء. الكرد ومنذ التاريخ لهم ثقافة عريقة ولهم تاريخ عريق أيضا مثله مثل باقي الشعوب الأخرى، ولكنه دائما يتعرض للمجازر ويتعرضون للإبادات الجماعية. كل ذلك أمام مرأة الجميع وأمام أعين جميع الأنظمة أيضا، الأنظمة الفاشية الرأسمالية، الأنظمة التي تكبر على إبادة الشعوب. كل ذلك وهم صامتون عميان وخرسان أمام هذه الإبادات. إلى اليوم أهلنا في عفرين ينتفضون بوجه هؤلاء الحسالات، حسالات الثورة السورية نستطيع أن نصفهم، ينتفضون بكل جسارة وبكل قوة ويقولون لهم كفاكم استعبادا، كفاكم قتلا، وكفاكم احتلالا. كومن شردالا افرين هذا غير كري اول نفشايا جندريسي يا بريندار كوري خستن تاري او تالانكا لدجي وي سجن خاد دومينن جباركو كونكوجيا لدجي والاتين جندريسي هذا بيك انين. اما كي مجلس اجتي يا بارتيا ديمقراطي بيادا افسجن تروريست بتوندي سرشرمزات كن و رجيم عطيت كومن تروريست و چطا ينوه توانبار دكن جبر كن ويج خوينا كن لجندريس افرين حطي ارزاندن بر پسيار دبينن و ام دا خواست دكن كن حساب جسوجداران بخواستن.